السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، معنا النهاردة الوحدة الثالثة الإحصاء. وحدة الإحصاء بتتكون من 4 دروس هنشوف فيها إزاي نجمع البيانات الإحصائية وإزاي نرسم ونجمع المنحنى التكراري الصاعد والمنحنى الهابط، وإزاي نجيب الوسيط والوسط الحسابي والمنوال بيانياً. يعني هنبتدي أول حاجة بتجميع البيانات. تعال نشوف كده جمع البيانات وتنظيمها. أنا عندي مثال بيقول لي فيما يلي: درجات 54 طالب في أحد فصول الصف الثاني الإعدادي في اختبار مادة الرياضيات. النهاية العظمى للاختبار بتاعي 60 درجة، وجايب لي الدرجات بتاعة الـ 54 طالب، وهي بتتفاوت طبعا فيما بينها، مش كلها زي بعضها. طب احنا خدنا قبل كده واحنا في سنة ستة ازاي نجمع البيانات الكمية في صورة مجموعات، فكنا بنعمل ايه؟ قال لي اول حاجة كنا بحدد المدى، وعشان اجيب المدى عارفة ان هو الفرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة، هشوف كده من ضمن البيانات بتاعتي اصغر قيمة هلاقي 20 درجة، وادور على اكبر قيمة هلاقيها 59 درجة، فهقدر ان انا اجيب المدى. هيبقى 59 ناقص 20 هيدينا 39. بعد كده قال لي كنت بحدد طول المجموعة وليكن ب4 درجات، وبعدين أقسم المدى على طول المجموعة فيدينا عدد المجموعات اللي هي هتساوي تقريبا 10 مجموعات في حالة المثال بتاعنا. يبقى أنا دلوقتي عشان أحدد المدى بقول هو عبارة عن أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، عدد المجموعات هيساوي المدى على طول المجموعة. بعد كده كنت بكون جدول تفريغ البيانات اللي هو بيتكون من 3 خانات: خانة المجموعات اللي هي هتبتدي من أصغر قيمة 20 في أكثر، وأنا هعمل كل 4 درجات يبقى 20 في أكثر، 24 في أكثر، 28 في أكثر، لحد أما أوصل لآخر مجموعة عندي هتبقى 56 في أكثر. وبعد كده أعد التكرارات، طبعا دي في خانة العلامات، وبعد كده أعد العلامات بتاعتي وأكتب التكرار. يبقى هو بيتكون من 3 مجموعات. بعد كده قال لي هنحذف العمود اللي هو بتاع العلامات دوت، وابتدي احط الجدول التكراري زي المجموعات اللي هو بيكون من المجموعات والتكرار اللي هو انا شلت منه خانه العلامات. بقى عندي كده الجدول ده جاهز، جدول تكراري اقدر اعمل منه جدول تكراري متجمع صاعد، واقدر اعمل منه جدول تكراري متجمع نازل، وامثلهم بيانيا. يعني يبقى الدرس اللي بعد كده هو تكوين الجدول التكراري متجمع الصاعد والنازل وامثله بيانيا. قال لي لو انا خدت مثال من الجدول اللي قدامي دوت، جايب مجموعه من اجور العمال، وكل وتاني حاجه اللي هو عدد العمال، التكرار بتاعي هو عدد العمال في كل مجموعه، مطلوب مني ان انا اكون جدول متجمع صاعد وامثله بيانيا، وهابط وامثله بيانيا، واحل اسئله عليه. طب عشان اعمل جدول تكراري متجمع صاعد هبتدي من ايه؟ من اخر حاجه اللي هي ال 54، فهقول اقل من الايه؟ ال 54، فهيبقى 0. وبعد كده قال لي هاجي للي بعديها، وبعدين اعمل الجدول بتاعي. انا كل مره هبتدي ان انا ايه؟ هصعد، يعني هزود الايه؟ المجموعات بتاعتي. يبقى 0 + التكرار بتاعي 5 هيبقى 5، 5 + العدد اللي بعديه، وهكذا لحد ما اوصل لاخر حاجه اللي هي تطلع ايه؟ عدد الايه؟ المجموع بتاعي بتاع البيانات. هعمل الرسم بتاعي وابتدي ان انا امثل النقط بتاعتي على الرسم وامثله بمنحنى، فهلاقي المنحنى كانه ايه؟ صاعد. طيب هو كان سالني عدد العمال الذين مرتباتهم اقل من 60 جنيه، فهنلاقيهم 10 عمال، وعايز النسبه المئويه بتاعتهم. قلت هم عددهم 10 على العدد الكلي اللي هو 50، يبقى 10 في 10 على 50 في 100 هيساوي 20%. طب يبقى انا كده جبت الجدول التكراري متجمع الصاعد، وبعد كده حليت الاسئله اللي هو عايزها. طب عايز جدول تكراري متجمع هابط، فبدام هابط او نازل يبقى انا هقول أو المجموعات بتاعتي اللي هي 54، أو مجموعات الأجور بتاعتي 54 في أكثر، 58 في أكثر، 62 في أكثر، وهكذا. طب أنا بدأت في الصاعد من الصفر، يبقى هبدأ هنا من المجموع اللي هو 50، وبعد كده أنقص الخمسة، بعد كده 45، وبعدين هنقص، هبتدي إن أنا كل مرة هبتدي إن أنا أنقص المجموعات بتاعتي وأمثلها على الشبكة التربيعية، وابتدي أوصل النقط ببعض هيدينا منحنى نازل.
قال لي الرسم بيكون أدق عند تجميع المنحنيين التكراريين المتجمع الصاعد والنازل لتوزيع تكراري في رسم واحد، وده بيدينا أدق رسم لو أنا هجيب بعد كده منه أي شغل مطلوب مني بعد كده، فبيبقى ممكن أجيبه من الصاعد، ممكن أجيبه من الهابط، وممكن أجيب من من التجمع الاثنين. احنا خدنا بعض مقاييس النزعة المركزية السنة اللي فاتت وقلنا زي الوسط الحسابي والوسيط والمنوال، بس اخدناه على مجموعة من القيم. الجديد بتاعنا بقى السنة دي ان احنا هناخده على جدول تكراري زي مجموعات. يعني انا دلوقتي اخدته على الوسط الحسابي لمجموعة من القيم، الوسيط لمجموعة من القيم، المنوال لمجموعة من القيم. السنة دي هاخدها على جدول تكراري وهمثلها بيانيا. طب اول حاجه الوسط الحسابي، اخذنا الوسط الحسابي المجموعه من القيم كان بيساوي مجموع القيم على عدد القيم. يعني انا بشوف القيم اللي هو مدهاني هجمعها كلها واقسمها على العدد بتاعها يدينا الوسط الحسابي. طب بالنسبه للوسط الحسابي لتوزيع تكراري زي مجموعات، قال لي اول حاجه بحدد مركز المجموعه. مركز المجموعه يتحدد ازاي؟ قال لي الحد الادنى للمجموعه زائد الحد الاعلى للمجموعه واللي يطلع اقسمه على 2. طيب الوسط الحسابي، قال الوسط الحسابي لجدول تكراري زي مجموعات هيبقى مجموع ميم في كاف، مجموع ميم في كاف اللي هي المركز المجموعه في التكرار، هجيب مجموعهم على مجموع كاف اللي هو على مجموع التكرارات. يبقى الوسط الحسابي لمجموعه من القيم لمجموعه من القيم هيبقى مجموع القيم على عددها، والوسط الحسابي لجدول تكراري هيبقى مجموع ميم في كاف على مجموع كيف. طيب انا عندي هنا مثال جايب لي جدول تكراري زي مجموعات لخمسين طالب، درجات 50 طالب في مادة الرياضيات. هبتدي منهم احط المجموعات بتاعتي 10 فاكثر، هعمل جدول جديد من الجدول ده بس بيتكون من اربع خانات. اول حاجة المجموعة هيبقى 10 فاكثر، 20 فاكثر، 30 فاكثر، 40 فاكثر، 50 فاكثر. مركز المجموعة قلنا الحدها الادنى زائد حدها الاعلى على 2، يعني 10 زائد 20 30 على 2 فيها 15 وهكذا. وبعدين اكتب قدامها التكرارات واضرب 15 في 8 يديني 120، 25 في 12 ب 300 وهكذا لحد ما اوصل للاخر واجمعها تدينا 1700 على 50 هتدينا 34 درجه. طب تاني حاجه ازاي نقدر نجيب الوسيط؟ اخذنا برضو الوسيط لمجموعه من القيم، قلنا هو القيمه التي تتوسط مجموعه القيم بعد ترتيبها تصاعديا او تنازليا. يعني هاخد بالي ان انا لازم ارتب القيم بتاعتي يا اما تصاعديا يا اما تنازليا. طب لو كان عدد القيم فرديا فهيكون الوسيط هو القيمه التي تقع في الوسط. طب لو كان عدد القيم زوجي فان الوسيط هيساوي مجموع القيمتين في الوسط على 2. يبقى انا دلوقتي المجموعه من القيم لازم ارتب، لو العدد فردي هاخد القيمه اللي تقع في الوسط، لو زوجي هاخد القيمتين اللي موجودين في الوسط اجمعهم واقسم على 2 فيدينا قيمه الوسيط. ده بالنسبه لمجموعه من القيم. طيب ايجاد الوسيط لتوزيع تكراري بيانيا، هنكون الجدول التكراري المتجمع الصاعد او النازل ونمثله بيانيا زي ما خدنا قبل كده. بعد كده هجيب ترتيب الوسيط، هنا هيجي ترتيب الوسيط بيساوي مجموع التكرارات على 2، يعني ليه قانون مجموع التكرارات على 2. بعدين هحدد النقطة اللي بتمثل ترتيب الوسيط على المحور الرأسي ونرسم منها مستقيم أفقي يقطع المنحنى في نقطة ونسقط منه عمود على المحور الأفقي بيقطعه في نقطة بتمثل الوسيط، هيقطعه في نقطة بتمثل الوسيط. طب انا كده عايز اعرف شكل المساله تيجي ازاي. قال لي لو جالي توزيع تكراري زي ما احنا شايفينه في المثال بتاعنا وبيقول لي هات الوسيط، اول حاجه قلنا هعمل جدول متجمع صاعد او جدول متجمع هابط زي ما انا عايزه خلاص، وهبتدي ان انا امثله بيانيا. ترتيب الوسيط هيبقى 50 على 2 يساوي 25، يبقى من عند ال 25 هبتدي ان انا اوصل للمنحنى وانزل عمود على المجموعات هيساوي 36 تقريبا. طب لو انا عملت جدول منحنى نازل متجمع نازل، قال لي برضو هيبقى ترتيب الوسيط 50 على 2 وهيبقى 25، وهبتدي من عند ال 25 اطلع لحد او اروح لحد المنحنى بتاعي وانزل عمود فهيبقى تقريبا برضو 36. يبقى انا هشتغل متجمع صاعد ومتجمع هابط وهيدينا نفس القيمه، وبقول تقريبا لان هو انا مش محدده بالظبط، ممكن يجي حد يجيبها اعلى شويه اقل شويه، فهي تقريبا هتبقى 36. قال لي طب ممكن تبقى يديني صوره
ادق شويه اللي هو عن طريق ايه؟ قال لي عن طريق ان انا اجيب الوسيط بطريقه اكثر دقه برسم المنحنيين في شكل واحد، فهيتقاطعوا في نقطه، ومن النقطه دي هنزل منها على طول عمود على الايه المستقيم، عمود راسي هيلاقي المحور الايه الافقي بتاع المجموعات في نقطة تمثل نقطة الوسيط، ودي بتكون أدق قيمة من إن أنا أجيب المنحنى الصاعد لوحده أو الهابط لوحده. طيب تالت حاجة اللي هو المنوال. المنوال لمجموعة من القيم هو القيمة الأكثر شيوعا. يعني إيه أكثر شيوعا؟ قال لي أكثر تكرارا في هذه القيم، يبقى المنوال لمجموعة القيم هيبقى القيمة الأكثر شيوعا أو تكرارا في هذه القيم. طب أجيبه لتوزيع تكراري إزاي؟ قال لي هبتدي إن أنا أرسم مدرج تكراري اللي هو بيبقى أعمدة شبكة في بعضها كده، وبعدين نحدد المجموعة الأكثر تكرارا وبنرسم خطين بيتقاطعوا داخل المجموعة، ومن نقطة التقاطع بنرسم مستقيم رأسي بيقطع المحور الأفقي في نقطة، بتبقى هي دي القيمة المنوالية اللي هي نازلة من عند نقطة تقاطع الخطين دول رأسيا على المحور الأفقي، بتبقى هي دي القيمة المنوالية. طب اديني مثال علشان اقدر افهم اللي انت بتقولي. بيقول لي مثال قدامي كده، عندي توزيع تكراري للدرجات 100 طالب في احد الاختبارات. لو انا بصيت كده هلاقي مجموعة درجات 10 في اكثر 20 في اكثر 30 في اكثر 40 في اكثر 50 في اكثر، وعدد الطلاب لو خدت اكبر عدد اللي هو 30 هطلع الاقي ان ايه المجموعة اللي هي قدامه اللي هي 30 في اكثر. هجيب الدرجة المنوالية ازاي؟ قال لي هبتدي ان انا ارسم مدرج تكراري بالشكل اللي احنا شايفينه، ومن عند 30 ل 40 هيبقى هو دوت القيمة الاكبر بالنسبة لي، او هو ده العمود الاكبر بالنسبة لي زي ما احنا شايفين كده. باخد اللي قبليها انتهت لحد فين واعمل ايه خط للزاويه اللي في وشها، واخد اللي بعديها بدات من فين وابتدي ان انا اعمل ايه خط للزاويه اللي في وشها، والتقاطع انزل منه عمود على محور المجموعات اللي هو المحور الافقي. طيب يبقى ديني ده الدرجة المنوالية. طب الجدول الآتي يبين التوزيع التكراري لأوزان 50 تلميذ بالكيلو جرامات. طب الجدول التكراري اللي قدامي دوت هو عايزني أطلع منه أوجة قيمة كاف، احسب الوسط الحسابي، ارسم المنحنى التكراري المتجمع الصاعد والمدرج التكراري، وعايز الوزن المنوالي واجيب الوسيط. وده سؤال المتفوقين معانا النهاردة. يلا يا شطار ورونا هتعملوا ايه.